في عام 2010 دورة خاصة أجريت في الإمارات وبالتحديد في إمارة دبي. الدورة هذه تحدثت عن إمكانية تحويل وسائل التواصل الاجتماعي لتأليب الرأي العام، والدورة كانت خاصة بالتنظيم السري، هل هذا صحيح؟ صحيح، هذه جرت وكان المدرب محمد المختار الشنقيطي أحد العاملين في قناة الجزيرة في قطر، وحضرها مجموعة من الإعلاميين التابعين للتنظيم السري للإخوان المسلمين في الإمارات، مصنف تصنيف إنهاء إرهابي. وبدت كانت على مدار 5 أو 4 أيام من العصر إلى العشاء، والهدف والغرض منها إشاعة الفوضى ونشر مثل هذه المظاهرات والاضطرابات. فكانت مركز الدورة على استخدام أدوات التواصل الاجتماعي لتحقيق هذا الهدف. هل كانوا يؤمنون بأن هذا الأمر سوف يتحقق؟ نعم، كانت المسألة عندهم أن هذه قناعة على وشك، هي مسألة وقت بالنسبة لهم. مسألة وقت، لو أنهم كملوا يعني هذه المخططات، يعني كانوا على وشك أنهم نزلون الناس في الشارع مثل ما حصل على غرار بعض الدول المجاورة أو حتى الدول العربية الأخرى، فكانوا متحمسين لهذا الأمر، وما كانوا يعرفون أن الدولة كانت يعني ترتب وتعد شيء آخر كان ساقط من حساباتهم.